أهلا بيكم في لقائي الثاني مع الدكتورة نرمين أسامة، مدربة تنمية مهارات ذاتية وإدارية. أهلا بيكم. التايتل لوحده والتخصص لوحده يعني ممكن إن احنا نخلص فيه اللقاء والحلقة. خلينا نقول بقى إن كده ببساطة، يعني تقريبا معظمنا كلنا عندنا حلم، عندنا طموح معين أو حلم معين، لكن أحيانا الحلم ده بيبقى كبير، يعني كلنا عايزين نكون أحسن حد، مش كلنا عندنا الإمكانيات دي. فهل غلط إن أنا حلمي يبقى كبير لازم الأول أقيس أنا إمكانياتي إيه ومهاراتي إيه، ولا أنا ممكن نمي مهاراتي دي عشان أبقى على مستوى حلمي؟ حلو قوي. هو ممكن يكون حلم كبير أقسمه خطوات صغيرة، أبدأ خطوة صغيرة خطوة صغيرة هوصل للحلم الكبير، إنما أكون واقعي إن أنا كل واحد ما يقدرش، يعني أنا ما أقدرش أنصحه أقول له اعمل واحد اتنين تلاتة، لا، هو ياخد خطة النجاح أو طريقة الخطوات ويفصلها، أنا تملي بقوله ويفصلها على مقاسه زي الباترون كده، يفصله على مقاسه، يفصل طريقة النجاح على مقاسه هو وإمكانياته هو. هو ممكن يوصل للحلم الكبير بس يبدأ بخطوة صغيرة. إن أنا أقسم يعني لمراحل، وكل مرحلة بمواصفات معينة وخطوات معينة، مش أي حد عنده الخبرة دي، لازم نلجأ للمتخصصة زي حضرتك علشان توجهنا. يعني حاجة بسيطة، إن هو عايز، هو عنده حلم لكل خطوة يحدد هدف، يعني كل البرنامج بتاع حضرتك ليه هدف، فبتعرفوا تنظموا أفكار والموضوعات اللي بتتناقش. أيوة. وضيوف وضيوف وأنتوا محتاجين إيه بالظبط والأسئلة. هو بالظبط يحدد هدف لكل خطوة، هيوجه اتجاهه للهدف نفسه، ما يفضلش يحلم بالحلم الكبير، لا، هو هيبدأ يركز على الخطوة بدل ما يشتت نفسه، لا، هو هيبدأ يركز الخطوة اللي بينفذها، كل بقى اتجاه الأفكار والطريقة والإمكانيات هتتوجه لخطوة واحدة، هيقدر يحققها. أيوة. فهي الخطوة الصغيرة دي يبدأ يحقق كل خطوة هدف. يعني حتى لو هو التعليم بتاعه، مش كل الناس تعلمت تعليم جامد قوي وكبير قوي وخلاص عدت المرحلة التعليمية. طيب احنا دلوقتي بقى عندنا ثقافة ان انا اعلم نفسي، بقى اخد كورسات، اعلم نفسي اونلاين حسب المجال اللي انا عايز اتخصص فيه، ما ممكن يكون بعيد عن شهادتي. والله دلوقتي يعني الحمد لله، يعني كل اللي احنا في الجيل اللي احنا فيه الصغيرين لحد اعمار مش عايزه اقول لحضرتك يعني ممكن 90 سنة، ان متاح ان دلوقتي في تعليم مش زي زمان. أيوه. احنا دلوقتي 75 و80 داخلين يعملوا ماجستير ودكتوراه. اعرف في ناس بيبداوا ياخدوا لغات، بيبدأوا يأسسوا نفسهم في لغات، أو لو عندهم اللغة ضعيفة يعني بيشتغلوا عليها عشان اللغة تبقى قوية. في ناس بعد الطلوع مثلا على سن المعاش بيفكروا هم يدرسوا، هم بيشوفوا هم أقوية فين، أنا قوية في لغة، أنا لغتي مش كويسة، أنا ممكن أنميها. يعني في مجالات لا، الفكرة كتير اختلف، والمساحة بتاعت التعليم والتدريب متاحة للجميع، بس أهم حاجة إن هو هيبدأ يتدرب ويتعلم ليه. لو هو كل واحد حط هدف التعليم هيستفيد ايه بقى من الخطوات اللي هو عملها، لان هو لما يحدد هو هيستفيد ايه بالظبط كده، هو نور للمدير الاعمال، مدير اعمالنا اللي هو العقل الباطن، هو مجرد ما نور له الطريق هيبدأ يوجهه بقى إيه للأفكار، ويديله طاقة ويديله مشاعر كويسة إن هو يكمل التطوير بتاعه. إنما طول ما تنصحيش بالتطوير ولا تعليم، وأنا معاكي على فكرة تماما، اللي هو يكون بلا هدف، اللي هو هواية يعني، لا، الهواية دي هستفيد برضو حتى لو هواية وحتى لو مجال، هستفيد إيه، هتعود عليا بإيه، لأن إحنا في حياة دلوقتي صعبة. لا، حتى لو هواية، ما هو الهواية دي لها هدف وليها أسباب، فكل ما يكون للإنسان أسباب استفادة من أي حاجة. على فكرة إحنا مش لازم نحقق هدف في اللي هو في الشغل، إحنا ممكن نحقق هدف كل يوم، يعني بالليل هنحدد هدف أو هدفين أو ثلاثة للأطفال والكبار اللي بيشتغلوا واللي قاعدين في البيت. فكرة إن هو يحدد الهدف ويبدأ يحققه، هيلاحظ إن هو مستمتع بمراحل تحقيق الهدف، وإن هو اختار، وإن هو بدأ
يكون حياته ليها معنى وليها اختيار، وبيبدأ يبدع في أهداف، وحتى لو الهدف يعني لو حتى مش عايز يعمله بيعمله مجاملة، بس هيبدأ يتعدل لأن هو اللي اختاره، هيبدأ يشعر بيه بطريقة مختلفة. فهيبقى ليه معنى، هيبقى ليها استمتاع، هيوصل لمرحلة الراحة والسعادة اللي الناس كلها بتدور عليها، إن حياته هيبقى ليها معنى. يعني التدريج ده وتجزيء الأهداف إن هو أخليه يومي أقيم نفسي، ده بيخفف عني كتير من الضغوط. بالظبط كده، بيخفف عن الإنسان كتير من الضغوط، وهو يختار. وإذا ما حققش الهدف، مثلا ما حقق 3 أهداف، حقق هدف واحد في الأول، خير وبركة. يعني كل واحد يبدأ يتدرب، لأن احنا تعلمنا نكتب وتعلمنا نتمشى نمشي وتعلمنا حاجات كتير في سنوات. أيوة. فاحنا ما ينفعش بقى النهاردة ده لازم حياتي كلها تبقى أهداف، تاني يوم أحط 10 أهداف، أنا كده بعجز نفسي. أيوة. لا، أنا أبدأ خطوة خطوة، النهاردة هدف، بعد 7 أيام 15 يوم هدف تاني، يبقوا هدفين. أيوة. أبدأ أدرجها لحد ما يبقى جزء من حياتي. هفاجئ بقى أن إيه ده الحياة، أنا مستمتع بحياتي، كل يوم بقدر أعمل حاجة، بقدر حتى لو هو مثلا هدف صلة الرحم، تاني يوم بكرة مثلا أنا هكلم قرايبي، أكلمهم إزاي، هكلمهم أسأل عليهم، هلاقي اتجاه الكلام والتفكير بدأ يتجه بقى اللي هو أنا بكلمهم كويس، والطاقة بتاعتي اللي خارجة من المكالمات كويسة جدا. إنما هو أنا بدفع الطاقة الإيجابية عندي بأعمال هي مش مباشرة متصلة بأهدافي العملية. هو أنا لما أكون حياتي الاجتماعية فيها ود أو بعمل خير مثلا، والخير بيعود عليا بطاقة إيجابية، فبيخلي العقل الباطن عجبني أو اللي هو مدير أعمالي، مدير أعمالنا، يفتح بقى كل الطاقات الإيجابية التانية اللي هي مرتبطة بقى بالماديات وبالناحية العملية في حياتنا. بالظبط كده. وهو كمان عارف إن إحنا عندنا مجالات كتير، يعني إحنا من أول ما بنصحى بيبقى لنا أدوار. طول ما أنا مش مدياله النور أعمل إيه في الدور ده، أيامي زي بعضها. بالظبط كده. يعني خلي بالك إحنا عندنا كلنا جزء خطر جدا اللي هو الكومفورت زون. كومفورت زون دي اللي هي احنا بنقول عليها فيها. ايه احنا كلنا بنقولها بالانجلش، نقول عليها ايه بالعربي؟ منطقه الراحه، اللي هو بيبقى ما فيهاش مغامرات، ما فيهاش اكتشاف لمواهب، ما فيهاش ريسك، ما فيهاش مخاطره. والله هي بالعكس، انا شايفه بقى انها العكس. ان منطقه الراحه دي اللي هي الكومفورت زون دي منطقه كلها قلق وتوتر، لان انت خايف، هي منطقه انت خايف تخرج منها. ايوه. فهو يعني فانت عايش في المنطقه دي بخوف وقلق وتوتر للظروف تتغير. ايوه. انما انت لو خايفين من فشل، احنا كلنا بنخاف قوي ان احنا نحاول نجتهد وندخل مجال جديد فنواجه بالفشل او التعليقات السلبيه او لا، ممكن نقول ان هو شايف نفسه ان هو ما عندوش المهارات اللي يتعامل بالمتغيرات اللي هيقابلها. هو متخيل ان المتغيرات دي اكبر منه. ايوه. لا، هي المتغيرات دي على فكره بسيطه جدا، احنا اللي بنكبر الفكره، يا بنحطها في مكانها المناسب يا بنصغرها. يعني كل انسان يعرف قدراته، ان هو لو شاف الامر كبير بالنسبه له يبقى الامر كبير، لو شاف الامر في وضعه الطبيعي هيمر في وضعه الطبيعي، لو شافه بقى اللي هو لا ده بسيط وانا اقدر اعديه، فعلا هو هيحصل كده. أيوه. فهو الانسان هو اللي بيختار وجهه النظر اللي بيشوف بيها، وجهه النظر اختياره ان هو حياته تمشي عاديه ولا يبقى فيها تغيير. فمنطقه الراحه دي هي منطقه كل واحد لو فكر كده هيلاقي نفسه ان هو قاعد قلقان وخايف يخرج منها يواجه كل تغيرات الحياه. ايوه. بالرغم ان تغيرات الحياه دي هي اللي فيها تعليم وتدريب ومعنى، ويحقق هدفه ويحس بحاجات يعني ممتعه بالنسبه له. بستضيف ناس كتير من مكاني ده فعلا، ولسه حتى اللقاء اللي قبل لقاء حضرتك، وانا لقاءات زي دي كتيره قوي، اللي هم كلهم سيدات
في مراحل عمرية مختلفة، شهاداتهم ملهاش علاقة بهواياتهم، حولوا الهوايات بتاعتهم أو معرفش هي بدأت بهواية ولا إيه، لأن كل حكاية مختلفة. درسوا وبقوا بيعملوا منتجات أشغال يدوية مختلفة، وأنا شايف إن ده مجال يفتح للشباب يعني اللي منتظر وظيفة بعد التخرج، يفتح له مجالات كتيرة قوي. شايفة الاتجاه ده هو الأنجح؟ والله أنا شايفة إن الاتجاه كله اختلف، يعني إحنا وإحنا صغيرين كان ما كانش فيه المشغولات، ما كانش فيه أفكار كتير، بس من السنة الوظيفة حسب الشهادة وحسب التنسيق كده ما بقاش دلوقتي ده اتجاه التفكير. دلوقتي متاح إن أنت تعمل كل حاجة طالما أنها حلال وقانونية، متاح إن أنت تعمل كل حاجة. ودلوقتي أنا شايفاها أنها بقى عيب لما حد يقول بالذات من الشباب أنا مش لاقي شغل، لأن الشغل مفهوم مختلف، هدفه أن أنت تبقى مستقل وأن أنت تكون نفسك وأن أنت يعني تكون مسؤول عن كيانك وعن أسرتك، فأنت ممكن تعمل كل حاجة طالما فيها أنها قانونية وحلال. احنا شايفين الشباب يبدأوا يدربوا نفسهم كمان من سن صغير من هم بيدرسوا، فخلاص هم كده دخلوا وجربوا سوق العمل، والخوف والرهبة بتاعت سوق العمل راحت من عندهم بدري. في اللي هي المواد الدراسية الجديدة كمان حلوة جدا، ان هم بيدربوهم ان انت ممكن تعتمد على نفسك، وكون لنا فكرة، وفكرة كمان ريادة الاعمال ان هم بدأوا يدرسوها للاطفال، ان افكارك حتى لو فكرة صغيرة انت ممكن تبقى رائد فيها وممكن تنجح وممكن لا. ففعلا المواد العلمية اللي بدأوا يدرسوها في الأطفال إيه الواقع، واقع سوق العمل إيه بالظبط كده، وبيواجه. لأن إحنا في فترة من الفترات في أجيال فاتت ما كانش للأسف عندنا سواء الأم أو الأب، الأسرة عموما كانت بتيجي تقعد مع ولادها علمي ولا أدبي، يحتاروا ينصحوهم بإيه، طيب الكلية، اختيار الكلية حسب الإمكانيات وحسب رغبته مش رغبة الأهل. يعني احنا فاتنا كتير، لكن الاجيال دي يعني انا بعتبرها اكثر حظا، لان الاسره بقت اكثر وعيا لدورها بالظبط كده، ودور كمان الاعلام ان هم بيوجههم انت عايز تعمل ايه، وان اتجاه ان الوظائف ما بقتش زي ما احنا كنا متعودين اللي هو الوظيفه، لا دلوقتي بقت في مجالات متاحه كتير جدا، وان هو ممكن يقدر يعمل اي مشروع بخطوات صغيره ويقدر يحقق نفسه. ايوه، فمحدش له دلوقتي اللي حجة. هو اعذار وحجه، لان انت تقدر تبدا حياتك بحاجه بسيطه. بس اهم حاجه ان انت تقرر ويكون لك هدف، وهدفك ده هتستفيد منه ايه، وكمان مثلا سنه او كل 6 شهور انت هتبقى فين، كل 6 شهور هتبقى فين، وخطوة خطوة هيلاقي نفسه إن شاء الله بإذن الله في مكان مختلف وبيحقق نجاح، وهو كمان مستقر ماديا ونفسيا وذهنيا، هيلاقي حياتهم مختلفة. بس أهم حاجة إن هو يبدأ يحط نفسه في الفعل، ما يقولش يعني لا لو مر علي شهور ولاقي نفسي أنا واقف في نفس المكان، مع إن أنا محدد هدف وخطوات معينة عاملها خلال 6-8 شهور أو سنة، ولقيت نفسي واقف مكاني ما حاولتش حتى أعرف ساعتها إن أنا قاعد بحلم وبس، أنا في مرحلة الخطر. بالظبط مرحلة الخطر، والمنطقة الراحة الكومفورت زون اللي احنا كلنا بنقول إنها أحسن منطقة، على فكرة دي أخطر منطقة، كلها قلق لأن وتوتر. الحياة متغيرة حواليا، فأنا لو فضلت قاعد في الكومفورت زون دي أنا مش بواكب التطور والتغير الرهيب اللي حواليا، فأنا هغرق في وقت من الأوقات. لا، وغير كده كمان هو متخيل ان هو مرتاح، لا هو عنده كمية قلق وتوتر من ان هو مش عارف يواجه متغيرات الحياة اللي هي بتواجهه، فهو عنده شعور بعدم القدرة للمواجهة. أيوه. فهو على يعني دي انا بعتبرها انها منطقة زائفة، يعني احنا كلنا استخبينا فيها. بشكر حضرتك على اللقاء، وأتمنى أن المشاهدين يكونوا استفادوا معلومات أو نصائح. دكتورة نرمين أسامة شكرا ليكي، بكده اللقاء انتهى، وهنلتقي بعد الفاصل مرة أخرى أنا ومنى الوكيل بحضراتكم. أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في ختام فترتنا النهاردة، بجد الترحيب بحضراتكم بزميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. أهلا بيك يا منى، واللقاءات جميلة، واللقاء اللي أنا بعتبره مواهب يعني أو أصحاب المشاريع الجميلة اللي بيبدأوها دي جميل، ومنتجات قد إيه
ليه تحسي ان انت قدام حد بروفيشنال مش بتصدقي نفسك ان ده علم نفسه بنفسه؟ انا زعلت بس لما ضيفتك الكريمه الاخيره بتقول يعني الدكتوره بسمه الدكتوره لما بنقول الكونفورت زون بتاعنا ده ممكن يعمل لها مشاكل، بس انا الكونفورت زون بتاعي كرسون سريري الكنبه قدام تلفزيوني، فكم مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون. على فكره ممكن ما نتنازلش. انا كمان صاحبه كونفورت زون وبنصح، بس انا يعني عمليا انا برضو صاحبه كونفورت زون، لكن احنا ممكن نعمل جنبه حاجات وبس نقلل عدد الساعات. انا ما بغيرش جنب السرير اصلا. انا ما بغيرش جنب السرير. طبعا احنا وصلنا لنهايه فترتنا المفتوحه زينه وطعم البيوت. بشكر حضراتكم وبشكر كل زملائي وبشكر زميلتي العزيزه دعاء عبد النجيد. بشكرك يا منى. انا كمان شكرا ليكي وشكرا لكل مشاهدينا على متابعتهم لينا، وبكره ان شاء الله بتلتقوا مع حلقه جديده وفريق عمل جديد. شكرا والى اللقاء.